السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. اليوم راح نتكلم على أكثر طرق ناجحة لإكثار وتكاثر البرتقوش. طبعا تعتبر عملية تكاثر النباتات من أكثر الأساليب المثيرة للاهتمام في عالم الزراعة، وبين هاي النباتات القيمة راح يأتي نبات البرتقوش اللي ممكن أنه تكاثروا وينمو بسهولة إن شاء الله باستخدام عدة الطرق. وبهذا الفيديو راح نتكلم على أكثر طرق نجاحا لتكاثر وإكثار البرتقوش بشكل ناجح. أول طريقة هي الإكثار عن طريق البذور. تكاثر البرتقوش عبر البذور هو أحد الأساليب المباشرة. ممكن أنه تشترون بذور جاهزة من مصادر موثوقة، أو من خلال أنه أنتم تجمعون بذور من نباتكم الحالي. الخطوات سهلة وبسيطة. أول شيء تجمعون البذور أو تشتغون البذور. إذا جمعتوا البذور من النبات نفسكم، فتجمعون البذور بعد أن ضجاج الزهور وتكون جافة. الخطوة الثانية هي زرعون البذور في وعاء بتربة جيدة التصريف وتعطوه ري قليل. غطون الوعاء بغطاء شفاف أو بلاستيك حتى تخلقون بيئة مشابهة للبيت الدافي، وتزيد الرطوبة. هذا الشيء راقب الرطوبة وراقب أيضا ضوء الشمس. وبعد نمو الشتلات ممكن أنه تنقلوها إلى أوعية وقصيص منفصل. هاي الطريقة عن طريق البذور. نجي هسه للطريقة الثانية، هي التكاثر عن طريق القلقلة. هاي الطريقة تتم عن طريق قطع الجذوع، وهي طريقة تتضمن أنه نختار جذع صحي ويتم قطعه بزاوية. إزالة الأوراق السفلية من الجذع ونترك بعض أوراق في الأعلى. موجود وضع الجذع في وعاء بتربة رطبة، وأيضا رشة برذاذ مائي حتى نساعد في ترسيب التربة حوله. وبعدين نخلي الوعاء في مكان مشرق، مكان محمي من الرياح. وبعد فترة إن شاء الله، بعد فترة أسبوعين 3 أسابيع، راح تبدي نمو الجذوع الجديدة. نجي هسه على الطريقة رقم 3، ثالث طريقة لتكاثر البرتقوش، وهي التكاثر عن طريق التقسيم. طبعا التقسيم هو من أحد أبسط طرق تكاثر البرتقوش وأكثرها نجاحا. ممكن أنه ننفذها بطرق سهلة وبسيطة، عبارة عن خطوتين. أول خطوة، ننقل نبات البرتقوش إلى وقعة أكبر أول ما يصبح جذعه كبير بما يكفي. الخطوة الثانية، نقسم النبات إلى عدة أقسام بواسطة أداة حادة ونظيفة، ويجب أنه يحتوي كل قسم على جذع وجذور. نجي هسه للطريقة الرابعة والأخيرة، وهي التكاثر عن طريق اللفافة. هاي الطريقة مناسبة للنباتات اللي تحتوي على جذوع طويلة مثل البرتقوش. الخطوات عبارة عن 3 خطوات. أول خطوة، نقطع جزء النبات إلى جزء متساوي من الأعلى إلى الأسفل. الخطوة الثانية، الجزء العلوي من الجذع بالمواد مثل الإسفنج أو الحزام المطاطي. وآخر خطوة، نضع الجزء السفلي في وعاء بتربة وننتظر حتى ينمو جذور جديدة. وصلنا إلى نهاية الفيديو. قدمنا لكم 4 طرق أساسية لتكاثر نبات البرتقوش. إذا تطبقون هاي الطرق لأي نبات عطري مشابه للبرتقوش، وننوي لكم زراعة مثمرة وناجحة إن شاء الله. إذا عجبكم محتوى القناة اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.